يوم الجمعة ما شاء الله دائما يوم الحج قبل عرفة يجيك غير. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 8 ذو الحجة، متجهين في طريق الملك رايحين للمنطقة التاريخية. معايا الأخ فهد العيان الحاشدي. حياك الله أخوي دويد، وأنا سعيد بلقياك ولقيا الأخوة المتابعين والأخوات، وهذه فرصة طيبة في الأيام المباركة الطيبة، ونرحب بالعيد الأضحى المبارك. إن شاء الله الله يعيده علينا وعليكم بالخير والبركة. وحنتجه نحن لقلب المدينة التاريخية، سوق الذهب القديم، سوق الذهب التاريخي، وشارع قابل اللي هو طريق الحج. شارع قابل طبعا بجوار سوق الذهب التاريخي وسوق المشالح والعود. نعم، هذا شارع قابل امتداد يسمى طريق الحج. طريق الحج يطلعوا هنا الى باب مكة الى مكة المكرمة، والحجيج والزوار جدة ياخذوا هدايا تذكار، هدايا تذكار من مدينة جدة، تذكار سواء في عودتهم أو سواء في اتجاههم إلى طريق الحج بالأيام اللي نحن فيها الآن موجود. قوافل زماناً قديماً، يعني القوافل والهذا تطلع لباب مكة ومن باب مكة إلى مكة المكرمة. نعم. فهداياهم وشراء مشترواتهم من مدينة جدة، بوابة الحرمين الشريفين، الله يديمها ويكرم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلاً.